شو هلو 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 هلا هلا بهاني بالملعب يشرق يغرب مثلك ونترقى برايك يا جمهور هلا بهاني بالملعب يشرق يغرب ومثلك ونترقى برايك يا جمهور هيا 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 سعيد اطلع بانو ارحب فيكم مشاهدينا الكرام وحلقه من حلقات برنامجكم الجماهيري الرياضي وراهم شو على شاشه تلفزيون الراي نرجع لكم في هذا الموعد اللي تعودتوا عليه من أول ما بلشنا البرنامج في تلفزيون الراي قبل موسمين تقريبا ساعة 10:30 يوم الاثنين بعد ما انتهت الانتخابات وانتهى العرس الديمقراطي اللي عشنا فيه في الكويت وإن شاء الله طبعا دائما الكويت تكون في أمان إن شاء الله وأمن ونعيش هذه الأجواء الديمقراطية الحلوة وأكيد مبارك لأعضاء مجلس الأمة اللي نجح واللي خسر نقول له هارد لك ونتمنى يعني فيما أن برنامج رياضي نتمنى من أعضاء مجلس الأمة تحركون ووجود الحلول وجود الخطط عشان نطلع من هالإيقاف الرياضي بنبلش شوي بنروح صوب أهل السياسة يعني قول لهم دير بالكم على الرياضة محتاجين خطط أكثر حق الرياضة محتاجين ملاعب أكثر محتاجين هالجمهور يفرح في أماكن نظيفة يحضر فيها المباريات محتاج هالشباب إنه يمثل اليوم الكويت ويرفع علم الكويت في المحافل الآسيوية والدولية ومثل ما أنتم شايفين الناس تلعب في كأس آسيا والناس تلعب في تصفيات كأس العالم وللأسف منتخبنا الأزرق غايب عن هذه البطولات اللي هو أكيد كان من رواد هذه البطولات نتمنى أن تكون في حركة من أعضاء مجلس الأمة نتمنى الفكر الجديد الشباب اللي نجحوا نتمنى أنه يكون في شيء يفرح الرياضيين ويزيل هذه الغمة الرياضية اللي واقع علينا بسبب هذا الإيقاف اللي موجود علينا وإن شاء الله يا رب نتفائل خير موجودين معاكم في أجواءنا الرياضية في وراهم شو اليوم عندنا حلقة دسمة فيها أكثر من تصريح وفيها كلام يعجب دائما الجماهير وكعادتنا في وراهم شو نروح معاكم نشوف استعراض فقراتنا في وراهم شو ونرجع لكم العربي ما يطيح له واقف حلو هذا شغله ايه صار لهم 50 سنه ايه. العربي ايه. شنو هالنادي اللي وديته قال على كبوده وما نعرف بس الزعيم يظل زعيم ان شاء الله حلو. وبدليل كاه اليومين اللي الحركه اللي صارت هذا والظلم اللي صار معورهم العربي انت لسه يعني قدامك مباريات وايد عندك الدوري وظروف الفريق احنا عندنا نقطه واحده ايه. عطني ثلاث نقاطك وماكو شيء ما تعطيهم مكملين بكل شيء حلو يعني منسحبين اذا ما اعطيتك انسحب اكيد انسحب مخالفه لاعب هالشكل هذا القبيح منطقيه 10 رساله حق الاتحاد هذا العربي اذا الحكام زينين واذا الحكام زينين احنا نفوز فهمتوا يا الاتحاد كاس دوري كاس الساعه 4 دوامات يطلع من الدوام الساعه 2 لحق مباراه اعذاركم وايد ما شاء الله مستحيل تكون تلعب لعب ناعم لازم تكون شرس لازم تقاتل الفوز يبي له تذبح نفسك طول عمرنا قرار دزنا بورقه حق النادي خلاص انتهى الموضوع ليش صح. ليش مؤتمر صحفي من شنو خايفين صحيح. ليش خايفين رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومثل ما شفتوا اليوم في حلقتنا كانت لنا جولة في مباراة جماعة القادسية والساحل في كأس سيدي سمو ولي العهد الأمين ومباراة أخرى جماعة العربي وكاظمة في أيضا كأس سيدي سمو ولي العهد الأمين وعندنا تصريح حصري من السيد جمال الكاظمي تصريح قصير ولكن في من الكلام الكبير أكيد اللي يخص إدارة النادي العربي
ونادي العربي، وأيضا على موضوع الانسحاب، وموضوع طبعا الكبير اللي شغل الشارع الكويتي في الأسبوع الماضي بسبب احتجاج النادي العربي ونادي السالمية على قرار الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعدم قبول احتجاج العربي والسالمية بسبب أن الكويت أشرك لاعب، والجهرة في مباراته مع السالمية أشرك لاعب، وهاللاعبين هذين الاثنين يعني عليهم عقوبة لقاف. ولكن صار جدال بين لجنة الانضباط وبين الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اللجنة المعينة طبعا، وبين الأندية. العربي هدد بالانسحاب، وباكر إن شاء الله يظهر هذا القرار، وإن شاء الله يعني نقول يأخذ كل حق، كل صاحب حق حقه إن شاء الله، وإن شاء الله نشوف دورينا كامل. يعني مع احترامنا حق الكل، ما نتمنى أنه ينقص فريق من الدوري، لكل نادي له جماهيريته، خاصة أندية مثل العربي والسالمية أكيد وجودهم مهم في دورينا. نتمنى نحن نتطور الأفضل، ولا نحن نتفرق وننقص. يعني الدوري يبيله بعد تنقص من ناديين بعد مصيبة. فعموما إن شاء الله الأمور تضبط وينصلح الحال، وجولتنا الأولى راح تكون مع القدساوية، الفريق اللي رغم الظروف، رغم عدم وجود المحترفين إلا محترف واحد ما شاء الله، ماشي وماشي قطار القادسية بوجود جماهير المميزة وبوجود لاعبين المحليين المميزين. روح معاكم ونشوف القادسية والساحل في كأس سيدي سمو ولي العهد، ونرجع لكم. جماهير القادسية وفي كأس سيدي سمو ولي العهد، للحين 0-0 أمام الساحل. ممكن اليوم نشوف مفاجأة، ممكن اليوم نشوف شيء غريب في ظل عدم حضور حتى الجمهور اليوم مو حاضر. شيء غريب. شفت شيء غريب؟ هذا قول له. بقرا خلاص، هذا الشيء الغريب. بسعيد. بسعيد غياب الجمهور، أكو مباراة الساعة 4، يعني لو ويكند. المشكلة. ما يصير. بكر. بسعيد هذول متى تغدوا؟ متى سخنوا؟ متى طلعوا من دواماتهم؟ متى طلعوا من كلياتهم؟ ما يصير مباراة الساعة 4. لو ويكند أقول لك ما يخالف، بس مفاجأة ماكو بسعيد، قاعد نلعب ويا الساحل يعني. إن شاء الله نشوف هذيل الكاسين هني حاطينهم مخباتك. بس صراحة احنا زعلانين والله، ترى الجيم الأول ما شجعنا تضامنا ويا العربي، صراحة زعلانين. قانون وياهم احنا. شوف يمكن العربي انظلم. اي انظلموا بالقانون، ما يصير يعني. يصير غلط تحكيم، غلط باجراء بالملعب، باي شيء يعني، بس قانون واضح. يصير فيه غلط هني، هذه صعبه شويه، لان احنا بعد بال 97 نفس الشيء لما انسحبنا من دوري. ترى الانسحاب مو شيء سهل وسعيد، بس انت لما يصير الغلط بالقانون هني هذه مشكله. متعاطف ويا العربي اليوم. اي والله، مو اليوم، مو انا، كلنا، كل الناس متعاطفه ويا العربي. يعني بالنهايه يعني احنا يمكن نبقى خصوم ونجرتنا وصيحتنا وهذا صدنا واحنا زعيم، بس بالنهايه في قانون المفروض يمشي على الكل. يعني انا اتوقع ان الاخوان في الاتحاد يمكن اخطاوا، بس اتوقع بسعيد عشان يطلعون من الحرج ثبتوا القرار، عشان ناديين السالميه والعربي يروحون لجنة الاستئناف، واتوقع لجنة الاستئناف راح يعطونهم حق. جماهير القادسية 1-0 على الساحل بالغصب. جول بالغصب بعد كم؟ بعد اكثر من 55 دقيقة. يا بالغصب يبكون. لا شكو بالغصب، الساحل مسكر بالشوط الاول. ليش ما تقول؟ الساحل مسكر بالشوط. كل فريق تلعب قدامه بيسكر، انت مو قوي. لا الساحل ترى فريق متطور يعني، ترى ما يستهان فيه ترى الساحل. فالحين دخل الشوط الثاني، دخل الجول الاول. انت شلون تبي دوري؟ شلون تبي كاس؟ اي فريق قدامك يسكر تقول ما يصير مسكر متطور وكلام هذا؟ لا مو كلام، احنا عندنا قيابات، بس هاي مو حجه، هاي القيابات بس عندنا قيابات. مو من الحظر؟ لا اكيد من قاسم من الحظر، شكل من الحظر. بس الساحه الشوط الاول هذا مسكر، قاعدين يلعب يعني، قاعدين يلعبون شوي قوي. قصار ايش عندك هالسنه القادسيه؟ في كاس، في دوري، قول لهم منو قادسيه؟
دوري وكاس وكاس الامير وكاس ولي العهد بعد شنو بعد؟ اكيد انا متصدر بالدوري بعد شنو بعد؟ 1-0 القادسيه على الساحل. وشلون اليوم؟ مستوى القادسيه زين مو زين؟ والله بغياب العناصر الاساسيه لنادي القادسيه. عندك غايب انت سعد ندى بدر مطوع محمد اوكي بس عندك ما شاء الله كل موجودين منتخب. اي بس هذا يهيئهم حق المباراه الجايه المهمه اللي بالدوري مع النصر. يبي يشوف مستوى اللاعبين الحين اللي بس انت اليوم وضع القادسيه يعني على الساحل مع احترامي لك فريق الساحل بالغصب يلا يبقول بالغصب تعادلون ياك الساحل. والله مع احترامي الفريق الساحل شاد حيله وهذه كاس ولي العهد يعني دائما كاس ولي العهد تفرق عن الدوري باشياء واجد. فممكن يعني الهدف هذا يجيب وراه هدف. القادسيه ايش عندها هالسنه؟ ان شاء الله الدوري وكاس ولي العهد والامير. جاي القادسيه 1-0 بس ولحظات الاخيره هذا قول ملغي حق الساحل. يعني القادسيه اليوم رتمه بطيء ليش؟ ندور ستر. حلو شلون ندور ستر؟ ما احنا نلعب كاس ولي العهد اي مشكله تصير ممكن تنقلب النتيجه 3-0 علينا حق نادي ملاعب المباراه. من هالنادي هذا؟ الكويت. الكويت شو كنت بالكويت يعني؟ لا الحين اي احتجاج من اي نادي اوكي يروح حق الكويت. يروح حق الكويت مو منطقي. منطقي الكلام هذا اللي صار اليوم؟ منطقي. شنو اللي صار اليوم؟ مخالفه لاعب هالشكل هذا القبيح منطقيه؟ حلو انت الحين قلبك ويا العربي؟ لا قلبي مو ويا العربي. انا قلبي مع اي نادي ممكن يطيح بهالمشكله. انا لو طايح بهالمشكله انجلط جمهورنا ينجلط. صحيح العربي جمهوره ينجلط السالميه جمهوره ينجلط لاعبينا اذا تعب فريق كله كامل يضيع. انت بلعب لي لاعب عليه ايقاف صحيح تثبت النتيجه قانون منه هذا قانون مكان واحد احنا سمعناه بدرب الزلق قالوا له جزر لبطور يصير فيها كل شيء. اذا احنا بجزر لبطور خلنا نسكت لان اذا جزر لبطور من الحين خلي يعطون الدوري حق اللي يبونه. واضحه ما يصير تفرق اكثر من 3 نقاط على الكويت. هالثلاثه 6 ما يصير ممنوع. اللي يفوز تروح النقاط حق الكويت. يعني احنا لو مباري الكويت ونفوز ما يصير فرق 3 نقاط لهم النتيجه تصير. ها مسخره هذه مسخره من لاعب. جوائر القادسيه واللحظات الاخيره 1-0 واليوم القادسيه يعني احرج نفسه صح؟ والله اتفق وياك صراحه. على قولك هذا هو هذا هو هذا القادسيه كل ما قلناها ونقول يعني بدايه المباراه كنا خايفين يا بالنوايشه وهذا الجول العالمي الحين من القادسيه وكل مره نقول هذا القادسيه يكسر خشوم ودائما يكسر خشوم القادسيه. هذا القادسيه رغم الاداره ورغم التعب ورغم كل شيء يصير بالنادي رغم الحكام الحين حطيت الحكام شو اكيد بحط على الحكام تفايز اليوم الحمد لله على الفوز. احنا قاعد نلعب قاعد نشد القادسيه قاعد يشد ما يطالع ورا القادسيه طالع قدام دايم تعلم فنون لعبة. تقول حق الباجين حق الباجين بنقول لهم يعني كل مره نقول هالكلام ونعيده ونعيده. هذا القادسيه دائما بياخذ الدوري شاء بمن شاء وابى بمن ابى. 2-0 وانتهت المباراه ومبتسم اكيد ومستانس اكيد استانس. قادسيه هل كان زين القادسيه اليوم؟ والله ما مو زين بس يعني ماشي يعني شيء يعني اللاعبين مصابين مجهود تعرف دوري كاس دوري كاس الساعة 4 دوامات يطلع من الدوام الساعة 2 يلحق مباراة. أعذاركم وايد ما شاء الله أعذار كذي في أعذار هذا مو صح. شوف اللاعب يعني يطلع من الكلية الساعة 2 يطلع من الدوام يوصل متى يلحق يبي يطق طريق يعني رغم هالظروف زين الفوز 2-0 نعم زين فوز الحمد لله حلو حلو الشباب يلعبون مجهود أهم شيء الفوز. حلو لك بالكاس لك بالدوري هالسنة أكيد كاس ودوري وكاس كله إن شاء الله على هالظروف على الظروف فوق الظروف بعد. جماهير القادسية و2-0 وعدت اليوم على شنو؟ على سلام. والله مساك الله بالخير اول شيء. مساك الله بالنور. يا ابو سعيد على برنامجك. الله يسلمك. والله يعني عدت بسلام اليوم، يعني اللعب مثل ما انت شايف القادسية مقطوع بالنص، ما في كرة، الكرة ما قاعد توصل للمهاجمين، في شيء غريب يعني لما اشوف انا شريف موجود قاعد يلعب راس حربة، الكرات ما قاعد توصل. قصدك يعني مقصوده ما حد يوصل لك؟ ما ادري يعني انا هذا اللي قاعد اشوفه، اول ما طلع شريف العرضيات اشتغلت. حلو. ليش الشيء هذا؟ يعني ما يبونه قبل ولا شنو؟
هذا السؤال تسأل الجهاز الفني والله يا أبو سعيد. أنا اللي قاعد أشوفه هذا وجهة نظري أنا من الجماهير قاعد أشوف حاليا إن شبيب لما يكون موجود قدام الكرة ما قاعد توصل له، وصلت كرة واحدة بس بالشوط الأول شفتها أعطاها باك هيد مرت يم القائم، غيرها ما يلا شيء، ترى هو قطع كرة ويحطها بالجول والمدرب يبدله صراحة ما أدري. أنا الجهاز مو المشكلة، المدرب يقول لهم وصلوا اللاعبين مو كيفهم يلعبون ترى، والله هي في خطة لكن ليش الكرة ما توصل؟ يعني أنت هم يعني أنا أشوف وغيري يشوف، أنا أشوف إن هذه نقطة يعني لازم توصل حق الجهاز الفني. حلو. يعني لازم يشوفون الحل حق الشغله هذه، الكره مو قاعد توصل حق شريف. حلو. نهايه سعيده ولا مو سعيده؟ والله لا والله ما اطمن، ما اطمن. انت لسه يعني قدامك مباريات وايد، عندك الدوري وظروف الفريق احنا عارفين يعني، فان شاء الله خير. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وبعد ما شفنا فرحة جماهير القادسية واليوم أيضا لعب القادسية وحصل على 3 نقاط في بطولة كأس سيدي سمو ولي العهد بعد فوزه بثلاثية أمام خيطان، ومستمر القادسية في صدارته لمجموعته في كأس سيدي سمو ولي العهد، وأيضا الكويت اليوم فاز وأيضا العربي اليوم فاز، يعني الفرق الكبيرة اليوم منتعشة ما شاء الله في كأس سيدي سمو ولي العهد. اليوم 7 مباريات في كأس سمو ولي العهد. الحين بنروح معاكم ولقاء حصري خصنا فيه السيد جمال الكاظمي رئيس النادي العربي الرياضي لبرنامجكم وراهم وراهم شو، كلام كان من القلب، رايه في موضوع الاحتجاج العربي على مباراة السالمية، على مباراة العربي والكويت وقرار الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وأيضا رايه في الجهاز الإداري والفني السابق للنادي العربي، ورد على كلام جماهير النادي العربي اللي دائما يطلعون ويانا في البرنامج ومو عاجبهم حال النادي ومو عاجبهم حال الفريق، وما لوم جمهور العربي لأنه جمهور مخلص ودائم الحضور على المدرجات يساند فريقه، هذا الفريق اللي ما قاعد يؤدي الأداء اللي يعني يتمنونه جماهير النادي العربي اللي دائما موجودين وحاضرين في المدرجات. نروح معاكم نشوف سيد جمال كاظمي شنو قال حق كاميرا وراهم وراهم شو، ونرجع لكم. معنا سيد جمال كاظمي رئيس نادي العربي، رحب فيك معنا ابو طلال ومبارك لك في هذا الفوز، ونبي نتحكي اليوم عن الجمهور. اليوم الجمهور تشوفه لازم الاداره وراضي عن الاداره بسبب القرارات الاخيره، مكملين بالقرار الاخير ولا لا؟ احنا عندنا نقطه واحده، عطني 3 نقاطك وماكو شيء، ما تعطيني مكملين بكل شيء. حلو، يعني منسحبين اذا ما اعطيتك 3 نقاط؟ منسحب اكيد انسحب، عطني 3 نقاط اول بس. حلو. ما ابي شيء انا منكم الاتحاد. أي. طبق القرارات، طبق اللوائح، اقول لك مشكور ما قصرت، بس هذا اللي ابي منك. حلو. اللي يقولون ان العربي لانه مو زين بينسحب، لانه ما له بالدوري بينسحب، هذا الحكي اللي قاعد لا لا لا، طبق القرارات ونظم اللوائح وبعدين قول لي مو زين. حلو. بس يعني بالعكس العام يوم طبقت عليه وطبقت على انديه ثانيه ما قلنا شيء. صحيح. لوائح، طبق لوائح، يعني تغيرون شلون تغيرون باي اساس؟ اذا المستشار حط اللوائح والنظم انا بنفسي اتصلنا فيه قال لي قراراتكم صحيحه، ليش تغيرون؟ مو مزاج، هي مساله مزاج. صحيح. حلو. في حال اعطوك 3 نقاط واستمريت بالدوري، ايش توعي الجمهور العربي؟ السنه الجمهور وايد زعلان، مو راضي عن المحترفين، مو راضي عن اللاعبين، يحس انه صار يعني خلاص صارت منافسه محصوره بين القادسيه والكويت وانتم بعاد. هذا مع الاسف اقول لك اياها، مع الاسف. أي. اعطينا الصلاحيه حق بعض الاخوان. أوكي. من بدايه الموسم على اختيار المعسكر، اختيار اللاعبين، اختيار مدرب، هذه نتيجتها. حلو. نوبات يقول عطى الناس تشتغل، اعطيناهم اشتغلوا استاذ ما نجحوا، دمروا، مو بس ما نجحوا، دمروا الفريق. حلو. دمروا يعني الفريق. كنت راضي عن فوزي ابراهيم كمدرب ولا كنت في البدايه مو راضي على فوزي؟ حلو. بس مع الاسف مجلس الاداره بعضهم مو الكل اعطوا صلاحيه خلوا يشتغل. حلو. يوعدوني يجيب لكم الدوري. عمي انتهى الموسم الحين، انتهى كل شيء، الناس فكر جديد. صحيح. الحين غير، الحين ولد عمره 12 سنه يعرف شنو الكره، مو مثل قبل. في مجال حق الاصلاح، في مجال تصلحون الوضع ان شاء الله. صراحه يعني ان شاء الله يعني نبي نشتغل من الحين، قاعد نجهز حق اللاعبين ان شاء الله افضل من هالشيء. ومن قبل قلنا في خلل بالدفاع، لازم دفاع، راحوا عندنا شباب 2 اعطوهم استغناء بدون اي كلام. يعني هذا كله انت مو راضي عنه؟ مع الاسف انا كنت خارج الكويت. أي.
مع الأسف كنت خارج الكويت وعملوا كل هالعملة هذه وعطوا صلاحية راحوا معسكر فاشل معسكر فاشل أقول لك إياها وخذوا صلاحية خلونا نشتغل أحد يحاسبنا حاسبنا مجلس إدارة على الطاولة وهذا كلفنا مليون دينار على شنو المحترفين مع الأسف دون المستوى معسكر دون المستوى آخر شيء بسهولة استقالة وقالة راح كلش شو نسوي يقول لي اللي يدفع فلوس يحس بالقيمة اللي ما يدفع فلوس لا والله شو تقول حق الجمهور اللي صابرين هذا صار لهم كم سنة والله العظيم يعني يعورون القلب صراحة يعني مهما يقولون يسبون هذا احنا راضين فيهم احنا راضين فيهم لان لهم حق لهم حق مهما نعمل لهم حق لولا الجمهور انا ما قعدت المكان الجمهور اللي قعدوني انا فوق قعدوني بالرئاسة الاعضاء بس مع الاسف مع الاسف مع خلل فينا رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومثل ما شفتوا كلام رئيس النادي العربي سيد جمال كاظمي وواضح أن هناك بعض المشاكل بين يعني أو اختلاف وجهات نظر بين أعضاء النادي العربي إن شاء الله نتمنى أن هالأمور تنصلح حتى يفرح هذا الجمهور جمهور العربي لشكل شريحة كبيرة من الجماهير الكويتية حتى تستقر كرة القدم الكويتية اليوم مع احترامنا لكل الأندية ولكن الأندية الكبيرة العربي القادسية الكويت سالمية كاظمة لهم وضع خاص في الدوري ويتأثر معاهم الوضع الرياضي يعني وجود هذه الأندية في قمة مستواها اليوم يعطي يعني طابع وميزة لدورينا لدوري فيفا لكرة القدم ولجميع مسابقاتنا الكروية في الكويت إن شاء الله نتمنى أن دائما الأندية تمشي في المكان الصحيح ونتمنى إن شاء الله أن مجالس إدارات الأندية يكونون يعني خير من يدير هذه الأندية اللي هم معتمدين عليها من خلال جمعياتهم العمومية نروح معاكم الحين ونشوف مباراة حق العربي في كأس سيدي سمو ولي العهد الأمين مبارك حق العرباوية اليوم أيضا فاز العربي على الشباب بالدقائق الأخيرة وبتشوفون الحين لقاءات جماهير العربي وكاظمة في المباراة الدراماتيكية اللي قلب فيها العربي النتيجة وتفوق على كاظمة نروح معاكم شوف العرباوية والكاظماوية في وراهم مراهم شو نرجع لك جماهير كاظمة وواحد على العربي وللحين مستوى كاظمة شنو للحين مو زين لا والله زين مستوى كاظمة ولعبهم زين وين زين ذاك اليوم أدقوك من القادسية لا ذاك اليوم هذه صارت غلطة يعني بس اليوم إن شاء الله نفوز عليهم ممكن نقلبهم اثنين ثلاثة الحين راحي على العربي يعني. لا أنا راحي أنا واثق إن شاء الله اليوم بإذن الله راح نغلب العربي اليوم لك بالكاس ولا لك بالدوري شو تحس كاظم يقرب وين حق الكاس ولا حق الدوري والله حق الدوري إن شاء الله الكاس بعيد عنك يعني والله ممكن ممكن يصير إذا شدوا حيلهم أكثر من كذي ممكن الكاس لنا إن شاء الله جماهير العربي و 2-1 الهدف الثاني على كاظمة زين زين ان شاء الله حلو اول مره زينين احنا وين تسوي عمركم فتره الاخيره كلها خسران العزيز قول لي خليني اقول لك شغله شوف العربي ما يطيح الا واقف حلو تمام ما يطيح الا واقف شلون يوده شفت اول امس صار ولا ما شفت حلو هو تمشيره كقرار ولا كمباراه والله المباراه من حكم من قرار اتحاد من قرار ماذا بنقول تمام
العربي ما يطيح الا واقف. حلو هذا شغله. ايه صار لهم 50 سنه. ايه العربي. حلو. شنو هالنادي اللي وديك قاعد على تبودهم ما نعرف. يظل العربي عربي. انزين يظل العربي عربي. هذا اخ منو؟ شفت هذا اخوي؟ ايه شفته؟ ايه فوق ها؟ فوق شفتوا هذا؟ يظل فوق يظل زعيم. يعني مهما سوى اتحاد لجنة حكام لجنة ما نبي نقول. زين يظل العربي عربي. حلو الكل على العربي. الدنيا كلها على العربي، كل الدنيا على العربي، لا تحاول. لازم تردون انت وتردون الملعب تفوزون سوي شيء. احنا؟ ايه احنا ما فزنا كلهم على الكويت وشالوا الجول علينا. حلو. ما فزنا. الدنيا كلها شافت كل الدنيا قالت جول الا علي طالب قال مو جول. حلو. شو تسوي فيه هذا؟ شو تسوي فيه؟ قال لك بعرب دق له دمبك. معنا الكابتن ايمن الحسيني واليوم في مباراة كاظمة والعربي ومباراة شو نقول عنها؟ باردة. باردة وتعتبر المفروض ان الفرصة الأخيرة للفريقين. يعني عندك السالمية ينافسك، الكويت يعني الشبه يكون يعني الأول. مجموعة صعبة. مجموعة صعبة، إذا ما كنت تفوز ما تقدر تفوز على المنافسين العربي. الكويت خسرت منه ككاظمة أنا سولف. العربي لازم تفوز عليه، عندك السالمية لازم تفوز عليه عشان على الأقل تعوض اللي قاعد تشوفه اللي تسويه بالدوري. يبقى مباراة حتى العرب، بس العربي مشكلته العربي قاعد يعاني الأمور، المشاكل الإدارية قاعد تأثر على أداء الفريق. زين أنت كاظمة ما عندك شيء تعاني منه، قاعد نشوف يعني اللاعبين مو هذاك اللاعب الحار هالحامي نفس أيامكم. شوف هذه وقلتها لهم أنا وقلتها كذا مرة، مستحيل تكون تلعب لعب ناعم، لازم تكون شرس، لازم تقاتل. الفوز يبيله تذبح نفسك، يبيله تطلع من المباراة وأنت فنيلتك يعني واصل مرحلة إنه خلاص تعبان ما تقدر تلعب. صحيح. إذا ما تسوي شيء مستحيل، والفوز هو اللي يبلك البطولة. إذا بتم كل مرة كذي بهال يعني الفريق يعني جيل كامل هذا إذا ما يحقق بطولة متى يحقق بطولة؟ ينتهي. ينتهي. شو توقعاتك اليوم؟ والله إن شاء الله كاظماوية، إن شاء الله يعوضون، تعودنا كاظم بالجيم الثاني يكون أحسن، وإن شاء الله نشوف أحسن الحين. جماهير العربي واثنين واحد على كاظمة، ويتعدل الوضع شوية في الكاس. بعد شكل انتم ما عندكم الا هالكاس. والله مو ما عندنا الا هالكاس. أيه. مشكله ان بتكلم اكثر من جانب. أوكي. من الجانب الاول. الجانب الاول الاتحاد الكويتي. أيه. اذا تكلمنا يعني اتحاد هذا معين. أوكي. تم اختياره من الحكومه. أوكي. قرارات يعني اصغر واحد بالرياضه الكويتيه. أيه. حتى اليوم تكلم المؤرخ البلوشي. أيه. قال بان اول قرار بان لاعب موقوف ويلعب، واتقدم شكوى رسمية، ويعني قرار قريب جدا. وهو حطها المؤرخ البلوشي، بإمكانكم ترجعون تغريداته، حطها عنده أن ذكرى للسنوات القادمة كأول حالة. فهذه الحالة يعني قريبة جدا، أنا أول مرة تمر على العربي مظلوم. أوه من زمان من اتحادين، هذا الثاني بعد كملت. لا كملت. هذا من جانب. الجانب الثاني فريقنا على الحالات اللي يمر فيها، على الظروف اللي يمر فيها. أحب أشكر العرباوية. العرباوية مو رجال، العرباوية الشنب. كلامي موجه ومقصود، العرباوية الشنب. اللي ما عنده شنب لا يسولف مع العربي. العربي صف واحد وقالوا راح ننسحب، وراح ننسحب وانسحبوا. واذا ما اخذوا حقهم راح ياخذونه وراح ينسحبون، راح يطرحون الثقه بالاتحاد. حلو. فالعربي شنب، ارجع اقول العربي شنب. فمو كل واحد ما عنده شنب يقعد يسولف على العربي، لا العربي شنب. هذه جهه ثانيه. الجهه الثالثه بالكاس راح نتاهل باذن الله، باذن الله على ظروفنا هذه راح نتاهل باذن الله، ونشوف شنو راح يطلع معانا على الدوري او الانسحاب. ثلاثة واحد. ثلاثة واحد. الحمد لله. الحمد لله. مشيت معاك يا ابو سعيد. مشيت معاي. هذا العربي. عشر رسالة حق الاتحاد. هذا العربي. اذا الحكام زينين واذا الحكام زينين احنا نفوز. فهمتوا يا الاتحاد؟ يعني كل هالسنين الحكام مو زينين. بس انا اقول الدوري ستر الحمد لله. ايه. ان الدوري صار يعني احنا قمنا ندش اي مباراة والدوري قمنا نخاف. ايه. خلاص تدري. ما ادري الجول جول جول وهقني. زين عربي زين العربي زين. انت كل سنه يعني مشكلتك انه ما في حكام زينين، مو قاعد تاخذ بطولات. لا انقص على هالمره. انت مو زين هالمره. مو حكام. ايه حكام. ايه لاعبيننا. ايه ادارتنا. ايه الكاظمي. ايه يعطيك العافيه الكاظمي، ما قصرت. ايه 16 17
20 سنه انت قاعد بالكرسي خلاص كاظم مشكور حلو. بس اطلع من العربي خليهم الناس ثانيين عشان ناخذ الدوري بنشم الدوري بنشوفه خلاص اطلع الكاظم والله نفس القادسيه شلون تصير نفس القادسيه اقول لك بتصير نفس القادسيه بتاخذ الدوري انت من زمان ما صدق لا 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 شلون عيل انت ما تحلم تصير نفس القادسيه ما احلم لا ليش قادسيه كل سنه ياخذ قادسيه كل سنه ياخذ قادسيه الاتحاد والحكام قلت لك انا الاتحاد والحكام كلهم على القادسيه مع كل النوادي صاروا الحين مو بس ضد العربي ضد العربي بس العربي بس 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 العربي هلا شو تقول لهم رسالتك حق الاتحاد حق الكل حق الجمهور الاتحاد والله حرام عليكم والله العظيم خربتوا الدوري خربتوا الكره الكويتيه دام العربي مو موجود بالدوري انا اقول ما في كره بالكويت هذا العربي وهذا الزعيم جماهير العربي وثلاثة واحد ومن زمان ما سمعنا النتيجه ما شفنا العربي هو ثلاثة اي والله العظيم جديده هذه غريبه يا اخي انت كلاعب عط المباراه تشوف الجمهور شلون هي ولا لا حلو احنا يعني شوف اول شيء احنا نقول يعني ما نبيني المباراه على الخسائر يقول ما نبيني المباراه بس ايش اسوي انت من داخل تحب النادي صحيح فيكم وفاء اي طبعا فينا بس الحكي انه يحسون ولا ما يحسون حلو الحين اليوم شلون شفتهم حاسين يعني شوف اليوم حاليا يعني هيك بدايه الحمد لله بدايه زينه حلو تكمل تاخذ كاس شنو بتسوي يعني انت والله شوف ما اقدر اقول لك الحين تكمل احيانا تفوز على الفريق القوي تنطق من فريق صغير صحيح يعني ما تقدر تحسمه مع فريق صغير الحين خصوصا الحين اتخاب من تعمل حساب حق الفريق الصغير اكثر من الفريق العود يعني تعمل حساب حق الفرق الصغيره اكثر من القادسيه لا كلها تخاف من القادسيه هذا يعني المنافس على قولتهم من النهائي المبكر طق القادسيه ترتاح مرتاحين تقريبا 50% مرتاحين حلو وان شاء الله ان شاء الله البقيه تافي جماهير العربي وثلاثة واحد على كاظمه نتيجه شنو زينه صح ولا لا من زمان ما شفت ثلاثة من زمان ما فز اي والله من زمان صراحه يعني احنا من زمان ما شفنا يعني انا مستواك مو زين مستواي مو زين مستواي مو زين مستواك مو زين مو نفس القادسيه مو نفس الكويت مو نفس السالميه منو الكويت القادسيه الكويت القادسيه اللي متصدرين متصدرين اللي ياخذ دوري اللي ياخذ الكاس كل سنه قاعد طالعهم لا انا ما طالعهم لكن احنا مشكلتنا ان عرفت لعبه الكراسي افترض بس شو واحد دائما هو يقعد على الكرسي عرفت؟ هذا اللي كله يا جماعه خلاص يعني شلون خلينا نبطل كره ونعطي الدوري حق الكويت ونخلص. حلو هذا كلام جديد. لا مو كلام جديد مو هذا اللي صاير. زين يعني لجنه انضباط فيلم فيلم طويل. اوكي. مؤتمر صحفي وشربوا شاي قبله وكلوا بيتي فور وخالد الفضل قاعد بالنص سلم عليه ومرزوق. شو الافلام هذه؟ طول عمرنا قرار دزنا بورقه حق النادي خلاص انتهى الموضوع ليش صح. ليش مؤتمر صحفي من شنو خايفين صحيح. ليش خايفين ليش خايفين هذا قدرتوا عليه العربي بس هذا قدرتوا على العربي تسوونه مخالفه صريحه والله ما شكله سعيد يعني لدرجه ان نادي القادسيه يقول متضامن مع العربي نادي القادسيه متضامن مع العربي يعني المشكله على ربعك الغتساوي لا مو ربع قدساوية أنا الحمد لله ما عندي ربع قدساوية ولا أبي ربع قدساوية ما أقدر أصلاً ضامنين وياك الحين شلون ضامن كيف عاد أرد تشكرهم لا أشكره ليش ضامن وياك متى تقول لا مضامنين وياك لا هو مضامن وياي أنت تدري ليش حلو تدري ليش مضامن وياي حق مصلحته طبعاً كل من يغني على ليلى يا أبو سعيد صحيح أي مصلحته بس أنا أقول إن شاء الله إن شاء الله في استئناف حلو وكتاب الاستئناف راح اليوم أوكي. وإن شاء الله في قرار راح يكون سعيد للجماهير العربية وأقول حق أبو مشنقة اللي علق حبل المشنقة ما إيش أسوي مشنقتك عندي بالدبة حاط لك إياها أنا بس قرار الاستئناف والمشنقة هذه كيبل إنجليزي عرفته حبل إنجليزي هذا جايب لك إياه أنا مشنقة ما مشنقة قبل ست سنين تقول لي جايينك يا أبو مشنقة انطر بس جماهير العربي واليوم 3-1 نعم نتيجة حلوة مع بداية البرد دفي النتيجة. أنا قلت لك من قبل كم موسم بسعود قلت لك الفريق لازم كان يعد بالشباب. إيه. إذا مو تبي بطولة الشباب ما يبون بطولة. أنت إذا تبي بطولة ما يخاف لو إحنا عادين من فترة اللي قلت لك إياه قبل موسمين ثلاث. حلو. كان تحت نافس. كان إحنا نافس وإن شاء الله راح أنافس أنا بالشباب هذين اللي قاعد أشوفهم اليوم إيه. وإمكانياتهم موجودة أنا يمكن أنقص فريق بالأندية موجود حالياً. حتى عفوا حق المحترفين اللي عندي او بالواعبي الشباب اللي عندي كل الناس ما عندهم محترفين غاتية ما عندهم محترفين كم صدق كافي انهم منسجمين انا فريقي تو الحين شباب قاعد ينسجمون مع بعض وان شاء الله تبني وان شاء الله لا مو ادبي فان شاء الله يعني يقدمون عروض للافضل ان شاء الله اللي جاي انت عندك امل انك انت راح تسوي شيء السنه
ان شاء الله. شلون على يسار؟ احسن قدام الكويت خسر، قدام القادسيه تعادل. انا ما خسرت، انا ما خسرت، شلون ما خسرت؟ ما ابي احط ناس شماعه او احط ان فريقي سيء، لا فريقي كان، فريقي خلص المباراه من اول ربع ساعه. اوكي. شلون خلص المباراه؟ 2-1 نتيجه حق الكويت. انقلبت وهذا اللي حصل يعني بشهاده الجميع، مو انا، انا ما لجنه الحكام والناس اللي ينتقدون وكلهم تحكوا ان العربي انظلم بالمباراه هذه، بغض النظر النقص اللي كان عندي الكويت، الكويت ما يستاهل فيه ما شاء الله عليه، الكويت فريق متكامل كامل الله. بس فوق هذا كانوا خايفين منه. بدليل قبل تطمح السنه، ايش تطمح السنه يعني؟ تاخذ كاس، تنافس على الدوري ان شاء الله. يقولون لك يمكن تطيح درجه ثانيه. لا لا ان شاء الله ما تطيح. لا الزعيم يظل طول عمره الزعيم، الاسامي تنوخذ وتنحط على كل واحد، انا اسميك اليوم بسعود باشا اسميك ابو عبد الرحمن. صحيح. بس الزعيم يظل زعيم ان شاء الله. وبدليل كاه اليومين اللي الحركه اللي صارت هذه والظلم اللي صار معورهم العربي. صحيح. وان شاء الله ان شاء الله اذكرك، يعني ما اقول لك احنا بطولات، يمكن بطوله ان شاء الله نتوج فيها، اذا ما كان كاس هذا الغالي، الكاس اللي اغلى ان شاء الله نتوج فيه ان شاء الله. جماهير كاظمه و 3-1 فايزين عليك العربي، قبل كم يوم فايزين عليك القادسيه، ومحسود ومحسود، وين المحسود؟ فريق مو زين، فريق زين؟ مسعيد اذا تخسر بمساعده صديق. حلو، منو الصديق؟ شفت التحكيم؟ منو الصديق؟ يعني الحكم ساعد العربي اليوم. مساعدة صديقي مس عطف عليهم بالعربي، العربي وبالعربي. حلو. عطف عليهم المدرب، عطف عليهم الحكم. الحكم يعني فريق زين تستحق، يعني انسحاب من الدوري واليوم الكاس بعد. ما يصير كل مباراة عندكم عذر الكذب؟ لا 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 مو يعني قدام القادسية فريق احسن منكم فاز عليك وقلتوا له احنا زينين، والشارع الرياضي يعرف الصح من الغلط ويعرف الكورة ويعرف الرياضة ويعرف احنا جمهورنا واعي. انا على يقين لو سوي استفتاء مباراه القادسيه والعربي يقول لك كاظمه يستاهل على القادسيه ويستاهل على العربي. فحنا عطفنا، ليش ما تقول؟ انا اقول لك ليش عطفنا عليهم اليوم. ممكن ممكن انا اتوقع ان اللاعبين عطفوا على العربي. الله الله. ممكن الخساره هذه، الخساره والعربي اليوم اتوقع يسكنون النادي العربي. فعشان كذي الجماعه احتمال تسكر بعد وتطلع من الكاس. بس خلاص لا 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 ما تطلع من الكاس اليوم اذا خسر. احنا مو راعين كاس في كاظمه، راعي دوري، راعي دوري بس. تحسين انت كل سنه تاخذ دوري بس ما بعيد؟ لا 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 لا، كاظمه فريق دوري نفس طويل. حلو. العربي وقادسيه يفوزون على فريق ويتاهلون ويطلعون باي. لا لا لا، احنا احنا نفس طويل. كاظمه هذا، كاظمه هذا السفير، هذا السفير الكره الكويتيه. هذا كاظمه، اللي ما يعرف كاظمه علمه كاظمه منو. معنا الكابتن قاسم حمزه حكم الدولي السابق والكاظماوي السابق، وكاظمه اليوم خسران. شو مشكله كاظمه تخسر في اقل من اسبوع مرتين؟ ليش؟ والله ايش اقول لك يعني، احنا قول نبي الصدق صراحه، فريقنا مستواه مو ثابت يعني، احنا من بدايه الموسم للحين ما لعب يعني. الميزه الوحيده بالمدرب انه قاعد يلعب تشكيله واحده. حلو. وحتى تغييراته ما قاعد تفيد الفريق. ايه. ولا يشوف يعني الفريق قاعد يلعب طريقة أو بخطة معينة. حلو. للوصول للجول أو بناء هجمة. ايه. هاي مشكلة يعني. كاظمة كان من عمره وكان يلعب طريقة منظمة. شو الخلل؟ الخلل الإداري ولا فني؟ الخلل، الخلل الكل يتحمل. شنو يعني؟ يعني حتى مجلس إدارة؟ إداري، مجلس إدارة، إي هذا وضع النادي يعني. ما صار لنا فترة على نفس المستوى، على نفس الوضع العام يعني. حتى اللاعبين المحترفين ما قاعد يعني، ما قام الكل يحسب لكم حساب صح؟ إي طبعا. حلو. طبعا كاظمة قبل ما تقدر تاخذ بطولة أو ما تنافس على بطولة إذا ما تغلب كاظمة. حلو. الآن كاظمة الكل يغلب يعني، سهل إنك أنت تاخذ منه 3 نقاط. معنا طبعا واحد عرباوي واحد كظماوي. اول شيء الحمد لله على سلامتك، يعطيك العافيه ابو سعود. شو تقولون اليوم على الفوز على كاظمه؟ هذا بالعكس يعني، كاظمه فزنا على كاظمه، فريق قوي. السفير وابو عثمان عندي بعد، هذا احترمه انا. بقول لك يا ابو عثمان، يقول لك محظوظ انك فزت. محظوظ خلاص. والحكم اللي خلاك تفوز ما يخالف، ربي اشكر ربي انه يقول لك مساعده صديق وفز، صح ولا لا؟ قلت هالكلام إيه؟ عدل عدل عدل. دائما مباريات العرب والقادسيه ضد كاظمه مساعده صديق، ما يفوزون على كاظمه بجداره. سمعت الكلام هذا؟ انت مو زين اليوم ابو عثمان. هذا الزعيم
اسمح لي والله العظيم الزعيم اذا انتم مشكلتكم انا ما قاعد يعني تشجيعي مو هالسنه انا صار لي تقريبا فوق 35 سنه اشجع نادي العربي ترى مو هذا لعب نادي العربي والله العظيم هذا لعب وانت ذاك اليوم مطقوق من الكويت انت ذاك اليوم مطقوق من الكويت اول شيء لي بلنتي وثانيا الحمد لله رب لك الحمد ان شاء الله باذن الله انا اقول حق اداره نادي العربي هذا موقفكم ما يهمني الموقف الانسحاب يعني انت ويا الانسحاب انا ويا الانسحاب نعم ويا الانسحاب هذا الاتحاد خلصت من الاتحاد انا الاتحاد اقول حق فواز الحساوي ابو عبد العزيز انت راح تجي عطنا ثلاث نقاط لا يحطونك مكان انت مو مكانك لانك انت قاعد هم قاعد يخططون لك وهذا شيء معروف هذا يعني انت تشوف ثلاث نقاط حق العربي ثلاث نقاط حق العربي حلو شوف العربي انظلم يعني نعم من ظلام العربي المحللين يقولون كلهم قاعد يقولون ان العربي لا ثلاث نقاط وحرام ليش انت يعني ليش كذي شنو الرساله اللي توجهها اقول حق جمهور نادي العربي مع الاداره احنا مع الاداره احنا صح نختلف مع الاداره لكن الموقف هذا احنا مع الاداره واحنا دائما شعار نادي العربي هو دائما بالمرتبه الاولى ما حد ينزلنا لا تقول الاتحاد احنا اللي حطينا الاتحاد واقول حق ابو طلال عبد العزيز عاشور خلكم مع بعض والجمهور وياكم واحنا معاكم ان شاء الله وان شاء الله باذن الله لو ننسحب هذا موقفنا حق نادي العربي رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومثل ما شفنا كلام جماهير العربي وجماهير كاظمة ومرة ثانية مبارك للعربي فوزه في هذه المباراة وفوزه اليوم وموقف العربي جيد خاصة اليوم بعد الأمور اللي صارت فوز كاظمة وخسارة سالمية أمور كثيرة توحي أن العربي قريب في التأهل طبعا القادسية يعني حسب مجموعته شبه هو الأقرب إلى تأهل أيضا الكويت من الفرق اللي ممكن تتأهل إلى دور قبل النهائي وصلنا معاكم الحين حق فقرة يعني تعودتوا عليها الفترات الأخيرة والكل يقول لنا يمكن في الأسابيع الماضية ما نزلنا هذه الفقرة مشاهير شو وهذه الفقرة طبعا مشاهير شو في كل مرة نجيب أحد المشاهير ودائما ما يكون من الجانب الفني من أهل الفن سواء فنان أو فنانة الفنان أو الفنانة دائما تشوفونهم يتكلمون عن الفن وعن أمور الفن وأدوارهم ومسلسلاتهم إحنا هني في وراهم شو لا نخلي الفنان يعيش دور المشجع يتكلم عن الأندية سواء اللي يحبها في الكويت أو في الخليج أو في الدوري الأسباني الدوري الإنجليزي منتخبات اللي يحبها العالمية طبعا وأيضا لاعب المفضل وأمور الرياضية يتكلم فيها على سجيت عندنا فنان مميز فنان خفيف ظل دائما يعني حبيب بصراحة قد ساوي مميز نتحمد له بالسلامة كان في فترة علاج ورجع حق الكويت نقول الله يشافيه إن شاء الله دائما وأبدا وتشوفون طبعا الفنان الكبير خالد عقروقة ولد الديرة بروح معاكم شوف ولد الديرة إيش قال وش يقول ونرجع لكم احمد انا بغيت اقول لك شيء تفضلي قولي تصدق شكلك وايد وايد احلى من التلفزيون شكرا خصوصا وانت لابس كترة وقال شكرا اختي هذا اندل انما يدل على ذوقك وطيبة قلبك وضحكة سنك وريحة ادلاقك اقول احمد نعم اختي مساء الخير احنا معاكم مشاهدينا الكرام في فقره مشاهير شو في برنامجكم الجماهيري وراهم شو معنا فنان خفيف الدم مميز ويعني صراحه ما نستغني ان ما نشوفه اكثر حد شهر يعني بعد شهر كل شهر لازم نشوفه ارجنا ما النبان نزر حياك الله مساكم الله بالخير ويعطيكم العافيه واشكر قناه الراي وعلى راسهم الحبيب الغالي طبعا جاسم بودي مرزوق ويوسف الجلاهم ابو احمد واللي يشتغلون كلهم بالراي على راسي يعطيكم العافيه سلام راسكم ان شاء الله يا رب احنا الكل يعرف ان ولد الديره قد ساوي اوه من قلبه تساوي رفع علمنا حقق املنا رفع علمنا
ولا ضاغط العرباوي؟ شوف القادسية والعربي والسالمية كلهم نوادي الكويت، واللي يطلع وياخذ الدوري والكاس نشجع صدقني ويصير تنافس ويصير، بس عاد مو يعني التعصب لا يبغى. هذيل عيال ديرة كلهم عيال ديرة واحدة وكلهم كويتيين وكلهم يلعبون عشان يرفعون اسم الكويت، فاللي يلعب عدل واللي يفوز نحييه. لكن بالنسبة حق التشجيع لا والله أنا أشجع القادسية. أنت من شايف اللي يلعب أحسن والله يا بدران، يعني بدر المطوع فديت عمره، عسى الله يحفظه ويحفظ ربعه كلهم الغتساوية طبعا مبدعين. سالم كرة يلعبها إلى بدر المطوع، أوه الهاتريك الهاتريك الهاتريك، يمكن الهاتريك يمكن الهاتريك، يا الله مرمى نادي الساحل. هذه الإعادة، هذا سيدوبا والتمريرة قالها، قال لبدر المطوع شوت بس شوت، وفعلا شات. غازي القريدي رغم انه لاعب ايسر لكن سدد باليمين، كره ملعبه خلف المدافعين، المطوع في المرمى في المرمى. واللي مونسني اكثر واكثر ان الدوريات الشرطه صار لونها اسود واصفر، اني قاعد اشوف لاعبين نادي القادسيه يتمشون بالشوارع، هذا اللي مونسني يعني. يعني الحين في الاونه الاخيره طلعت سالفه من الزعيم، من الزعيم القادسية ولا العربي؟ لا الزعيم لا يباكر القادسية، يعني لا تحاولون، يعني العرباوية ما حبي لكم تقديري لكم، أنتوا أهلنا وحبايبنا، لكن القادساوية القلب دكان وكل له مكان، القادساوي غير ما حد يوصل له. أنا ذاك اليوم رحت الجمعية. الجمعية؟ إي نعم. صوب الخبز. إي ولا بنية هناك. إي ماخذة تشيز توست. حلو. كان تحط راسها وتلفه بحجابها. توست. صار راسها هالطولة. كنا علامة اتجاه جبري. في بنات يحطون دلاغات قواطيرو وي وي وي. واحدة شوف عيني سوت حاطة مرواس. هاو مرواس ذاك اليوم وهي تسوق السيارة مبطل الرادو، كان يشتغل الصوت طق دم طق دم، كان كر المرواس طق دق دم طق دم. والد احنا شفناك في يعني الكره مدوره، طرحت وايد مواضيع عن الكره. نعم. اليوم شايفكم قاعد تبعدون عن المواضيع الرياضيه، هل لان الوضع الرياضي؟ والله شوف حكي انا تعرفني ما احب السياسه والامور هذه كلها. كرياضه؟ اي كرياضه، والرياضه نوع جزء من جزء من السياسه. حتى الفين بعد لان الدوله اساسا ما هي مهتمه بالرياضه، تبي الصراحه. تطالع النوادي تقول معتقلات من 30 سنه لحد الان ما تغيرت النوادي ولا تجددت النوادي، يعني صار فيها تجديد او سووا ملاعب يعني حلوه او مثل القادسيه بدلوه او العربي بدلوه. فاذا خذوا مشروع يقعدون 20 30 سنه على يسوي النادي ايش حقه؟ فاحنا الصج بقوا تصنف جهال، الناس كلها شايفه. ما قاعد تحكون بالموضوع؟ احنا ما نتحكى بالموضوع لان عايزنا نحكي عن النوادي عن المسارح عن الحين قطاتكم موجوده عن العرب القادسيه والجمهور قاعد يتفاعل. مو بس القطات، حتى اليهال قاموا يقطون قطات. شنو لون ملفك؟ احمر عرباوي. عرباوي والله مو تمثيل، الا غتساوي والغتساوي. ليش قاطع ملك؟ ليش قاطع؟ انا غتساوي، انا غتساوي. روح زين دور حق الاخضر. خلنا نطلع برا شوي. وين نطلع برا؟ فيليتشا ولا وين؟ برا بعد اسبانيا بنروح دوري انجليزي من تحب؟ والله شوف انا غير الكويت وبس، الدوري الانجليزي والاسباني وهذا ما تابعهم. انت بس مالك برشلونه؟ هذاك ضاري المسيلي مرفيجي كل اللي يحب الكره من الكره. انا بعيد، انا على القادسيه. القادسيه القادسيه والمنتخب. ما تجي الملعب؟ ها؟ ما تجي الملعب؟ ما هي الملعب صراحه، لويا ما احب اللويا، اقعد دزني ودزك وهذا يطامر وهذا يوقف وهذا اسمه، لا اقعد بيتكم شوف التلفزيون اذا عجبتك المباراه. يعطيك العافيه. الله يعافي. طبعا احييكم والله يواليكم العافيه، وبرنامجكم هذا حلو وايد وايد، وراهم والله يواليكم العافيه. وجمهوري الحبيب تحياتي لكم، ترى قد ساوي من قلب انا، ونشكر النبهان والعاملين في البرنامج.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ووصلنا معاكم لختام هذه الحلقة. نشكر فناننا المميز ولد الديرة الفنان المميز على هالكلام الحلو وهالكلام العفوي اللي قاله لنا، وأيضا نتحمد له بالسلامة مرة ثانية، وأيضا نتحمد حق أخونا أحمد زيد القدساوي اللي قاعد يدز لنا طبعا مسجات من فرنسا، الله يشفيك إن شاء الله وردك بالسلامة يا أبو بدر إن شاء الله، ودائما إن شاء الله كل أهل الكويت بخير وصحة وعافية. وصلنا معاكم لختام هذه الحلقة، دائما نقول لكم انتظرونا وترقبونا وتابعونا في وراهم وراهم شو، ومع السلامة. Show.